اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نقول وبالله التوفيق. قال الإمام القاضي أحمد بن الحسين الأصفهاني الشهير بأبي شجاع رحمه الله تعالى، نفعنا بعلومه في الدارين آمين، في كتابه المسمى بغاية الاختصار في كلامه على الأغسال المسنونة، قال: فصل. تكلمنا قبل ذلك عن كلمة فصل لغة واصطلاحا، وقلنا بأنها لغة بمعنى الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لدل جملة من العلم مشتملة على مسائل. قال: فصل. والاغتسالات المسنونة. الاغتسالات المسنونة 17 غسلا. في هذا الفصل يتكلم عن الأغسال أو الاغتسالات المسنونة، ووضع هذا الفصل بعد الكلام على موجبات الغسل وكيفية الغسل الواجب وكيفية الغسل المندوب، الكلام على الاغتسالات المسنونة في هذا المكان يعتبر استطرادا. يعني استطراد؟ يعني أنه ذكر الشيء في غير محله لعلاقة. ولكن أين محل هذه الاغتسالات المسنونة أو الأغسال المسنونة؟ محل كل غسل منها في بابه. فعلى سبيل المثال نبدأ بغسل الجمعة، مكانه كتاب الجمعة. غسل العيدين الكلام عليه في الكلام على صلاة العيدين. الاستسقاء الكلام على غسل الاستسقاء متعلق بصلاة الاستسقاء. الخسوف والكسوف متعلق بالكتاب الذي يتكلم على صلاة الخسوف والكسوف، وهكذا إلى آخر هذه المواطن. لكنه هناك مناسبة، هناك علاقة بين هذه الاغتسالات وما بين الكلام على موجب الغسل وبين الكلام على كيفية الغسل الواجب وكيفية الغسل المندوب. لكنه وضع هذا الفصل في غير محله لعلاقة، في مناسبة، في ارتباط ما بين الكلام على ماهية الغسل وما بين الكلام على الأغسال المسنونة. يبقى أول فائدة أن ذكر الاغتسالات المسنونة بعد الكلام على موجبات الغسل وما يتعلق بها من قبيل الاستطراد. طيب، عندنا الاغتسالات ديت، الأغسال المسنونة كما قال 17 غسلا، غسل الجمعة. قال: والاغتسالات. بعض المحققين قال لو قال الأغسال المسنونة لكان أولى وأخصر، لكان أولى من جهة إن الاغتسال في القياس لا يجمع على اغتسالات كما هو مبين في محله، هذا الوزن لا يجمع على هذا. اغتسال، افتعال، افتعالات، لا، أغسال. يبقى عندنا أغسال يبقى غسل أغسال، لكن اغتسال، اغتسل اغتسالا، ده مصدر والمصدر لا يجمع في الأصل. طيب، يبقى عندنا أول حاجة لو قال يعني الأغسال المسنونة لكان أولى من قوله الاغتسالات، وأخصر لأنها الكتاب موضوع للمبتدئين، والمبتدئ لا يعني يلائمه الكثرة، لأن أغسال واغتسال الفرق ما بين الاثنين إن أحدهما زائدة بالتاء. أغسال، اغتسالات، لا اغتسالات أكثر.
أغسال مسنونة والأغسال المسنونة والاغتسالات المسنونة. نريد العبارة القليلة. أنا عندي هنا الاغتسالات والشيخ البجوري شرح على الاغتسالات، لكن أنت عندك المشكلة أن الشيخ الحصني بيشرح على نسخة غريبة جدا. الشيخ الحصني بيشرح على نسخة غريبة. قال طيب والاغتسالات، عرفنا قلنا ايه والاغسال كان احسن، وفي بعض النسخ وعليها شرح الشيخ الحصني والاغسال، لكن عندك في الشرح الاغسال ولا في المتن فوق الاغسال؟ في المتن الاغسال. في المتن الاغسال ده احسن واولى من الاغتسال. الشيخ الباجوري بيقول انها غير منقاسة في الجمع يعني. طيب قال والاغتسالات المسنونة، يبقى بيتكلم هنا عن الأغسال الموصوفة بالسنية، الأغسال المندوبة، لأن الأغسال الواجبة مضى الكلام عليها بشروع أسبابها. قال والأغسال والاغتسالات المسنونة 17، يعني 17 غسلا، أولها غسل الجمعة. طيب هنا سؤال، فيما لو اجتمعت هذه الأغسال على شخص، افرض ان كان يوم جمعة، سبحان الله، كان يوم عيد، اتنين والناس كان هيصلي استسقاء، تلاتة حصل كسوف، اربعة كان في يوم عرفة، خمسة ابدأ تصور هذا. قال ولو اجتمعت هذه الأغسال على شخص ماذا يصنع؟ هل كل مرة بقى يقول أدي إيه أنا 17 غسل، أما أخش بقى أغتسل أول مرة لغسل مش عارف الجمعة، والغسل الثاني لغسل العيدين، والغسل لا، لو اجتمعت هذه الأغسال كفى لها غسل واحد في سقوط الطلب. يعني لو فعل واحد من الأغسال يكفي في سقوط الطلب عن سائرها. أما لو أراد أن يعني يحوز الثواب الكامل، يعني وهو يغتسل يتعرض في نيته لكل الأغسال، يعني وهو يعني يجري الماء على رأسه وعلى بدنه ينوي غسل الجمعة وينوي غسل العيدين وينوي غسل الاستسقاء وينوي غسل الإحرام وينوي وهكذا. بس خلي بالك ان ال 17 دي ما بتجيش مع بعض، من ال 17 من يمكن اجتماعه، يعني غسل عرفة مع غسل إرادة الإحرام، طب ما انت كنت أحرمت بقى خلاص، مع غسل عرفة مع الغسل رمي الجمار ما بيجتمعوش، لكن من هذه ال 17 ما يمكن اجتماعها ومنها ما لا يمكن اجتماعه، لكنه إن أراد الثواب الكامل يتعرض في نيته لكل فرد من أفراد الأغسال. نويت غسل الجمعة، نويت غسل الاستسقاء، نويت غسل العيدين، نويت غسل الكسوف والخسوف وهكذا، لأنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سبب وضعها في كتاب واحد هو التنبيه على أنه يجوز اجتماع مجموعها على المكلف. طيب خلصنا من الجزئية الأولانية. في بعض النسخ هتلاقي بيعبر يقول لك والاغتسالات المسنونات، مش المسنونة، المسنونات، الاغتسالات المسنونات، يبقى أصبح هنا في مطابقة ما بين الصفة والموصوف، لأن الأغسال أو الاغتسالات دي إيه جمع، والصفة المسنونات دي جمع، حصلت المطابقة بين الصفة وبين الموصوف. وفي بعضها يقول لك المسنونة، ولكن المطابقة هنا حصلت معنا وليست لفظا، لكن النسخة الأولى أولى من هذه النسخة اللي هي نسخة إيه؟ الاغتسالات المسنونات أولى من نسخة الأغسال أو الاغتسالات المسنونة.
الاغتسالات المسنونة هذا أصلها ووضعها أنها توصف بالندبية، لكنها قد تجب في حالة واحدة. إيش هي هذه الحالة؟ فيما لو نذرها الإنسان، كان قال لله علي أن أغتسل يوم الجمعة، أن أغتسل يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة. إذا قال هذا وجب عليه حينئذ أن يغتسل، لأنه قد نذر الغسل، والغسل طاعة وعبادة، والطاعة والعبادة إذا أوجبها الإنسان على نفسه بالنذر وجبت عليه. أو قال والله إن كلمت خير النظام سأغتسل يوم الجمعة، ده بيسموه نذر إيه؟ لجاج. ماشي، لو كلمته إن شاء الله أغتسل. يبقى ده اسمه نذر لجاج على سبيل المثال، لكن هذه الأغسال تجب بالنذر. 17، هل هي يعني ليس هناك زائد على 17؟ لا، ما ذكره المصنف هنا 17، لكنها في المطولات أكثر من هذا، ممكن توصل للـ30 والـ40 على حسب الاستقصاء. لكن الشيخ هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أتى للمبتدئين بأشهر الأغسال وترك الباقي للمطولات. العلماء لما تكلموا على الاغتسالات أو الأغسال المسنونة رتبوها يعني ترتيبا من حيث الآكدية، يعني أولها إيه؟ قال والله أولها غسل الجمعة، آكد الأغسال غسل الجمعة. لماذا؟ قالوا لأنه مختلف في وجوبه. ذهب بعض العلماء إلى أن غسل الجمعة واجب على كل محتلم كما صرح به الحديث، ده الحديث كده غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وفي أحاديث من غسل واغتسل وبكر وابتكر إلى آخره، في أدلة كثيرة. لكن الشافعية قالوا بأن غسل الجمعة سنة، لأنه قد وجد عندهم ما يصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب، لأن في الحديث قالوا ومن اغتسل فالغسل أفضل، من توضأ فبها ونعمت، يعني ونعمت الخصلة الوضوء، ومن اغتسل فالغسل أفضل. أفضل دي أفعل تفضيل تقتضي المشاركة ها وزيادة، يعني تقتضي أن الوضوء يشارك الغسل في أصل الفضيلة، لكن الغسل يعني يزيد في الفضل على الوضوء. فلو كان الغسل واجب ما كانش عبر بالعبارة التي تقتضي المشاركة والمساواة في الفضيلة، لكن لما عبر بها دل على أن الغسل مسنون ومندوب وليس واجبا. يبقى أولها غسل الجمعة، ثانيها غسل غاسل الميت لأنه مأمور به، ولأن بعض الظاهرية ذهبوا إلى وجوبه، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، رواه الحاكم. من غسل ميتا فليغتسل، ده صيغة أمره، والأمر يفيد الوجوب بلم تصرفه قرين. وما فين القرينة؟ عندنا الشفع يا مولانا، قال ليس عليكم في غسل ميتكم إذا غسلتموه شيء، ده دليل واضح، ليس عليكم يعني غسل واجب إذا غسلتم الميت. يا سلام، يبقى المنفي غير المثبت، المثبت الغسل المندوب، والمنفي الغسل الواجب. طب احنا بنرتب ليه؟ هقول لك بنرتب ليه، ثم بعد ذلك يأتي في المرتبة الثالثة ما كثرت أحاديثه، يعني الغسل الذي وردت فيه أحاديث كثيرة يأتي في المرحلة الثالثة. يبقى غسل الجمعة أولا، ثم غسل الميت، ثم بعد ذلك ما كثرت أحاديثه، ثم بعد ذلك ما اختلف في وجوبه. يأتي بعد ذلك من الأغسال ما اختلف في وجوبه، ثم بعد ذلك يأتي ما صحت أحاديثه
ثم بعد ذلك ما تعدى نفعه، 6 مراحل نص عليها المحقق البجولي. طيب عندنا دلوقتي بقى الفائدة في ترتيب، يعني لماذا رتبنا هذا الغسل بهذه الطريقة، هذه الأغسال؟ قالوا لأنه لو أوصى شخص يعني بأن يعطى هذا الماء لأكثر الناس، لأولى الناس به، هنديه لمين؟ هنديه أولا إذا كان هناك من يريد غسل الجمعة نعطيه إياه، ما فيش يبقى نديه الغسل من أراد أن يغتسل من غسل الميت، ما فيش يبقى نديه للغسل الذي كثرت أحاديثه، ما فيش يبقى نديه للغسل الذي اختلف في وجوبه، ما فيش يبقى نديه لمن صحت أحاديثه، ما فيش يبقى نديه لصاحب الغسل الذي يتعدى نفعه. يبقى فائدة هذا الترتيب هو أنه لو أوصي بماء لأولى الناس به يعطى صاحب الدرجة العليا إن وجد، فإلا يعطى من بعده. طيب أول حاجة ذكرها غسل الجمعة، غسل الجمعة قدم أولا غسل الجمعة لأمرين، أولا أنه مختلف في وجوبه، يبقى نعلم هنا أن علماءنا القدامى في تقديمهم فائدة وإشارة، ولا يكتبون شيئا هكذا عبثا، بل يكتبون على مش مستوى الحرف كمان، على مستوى التقديم والتأخير، الناس بتفكر مؤهلتهم إيه؟ رضا ربنا سبحانه وتعالى وقبول الأمة بعدهم لهم أو إلى الآن، اللي خلانا نجمع كل الطلبة دول ونقعد نقرأ في متن أبي شجاع، ربنا أراد لهم الخير وأن يكون ذكرهم باقيا. سيدنا الإمام أبو شجاع عاش 160 سنة وما مرض قط. طيب إيه ده؟ يعني علامة على إيه ده؟ مش شياطين، دول أولياء، ومن أراد أن يشيطنهم فهو الشيطان. قدم للأمرين، أولا الاختلاف في وجوبه، ثانيا أنه آكد الأغسال، ولا يجب غسل الجمعة إلا بالنذر. يعني حضرتك لو نذرت وقلت لله علي أن أغتسل يوم الجمعة القادم وجب عليك الاغتسال، ولو تركته فأنت آثم. طب يقضى؟ ما بيقضاش، لأنك عينت يوم الجمعة، لكنه يعني مندوب ويكره تركه. لو تركته يبقى وقعت فيه يعني شيء تلام عليه يوم القيامة. ومما ذكروا من فوائده قالوا بأن غسل الجمعة لا يبطل بحدث بعده أو جنابة. هب أنه هو بعد حضرتك ما اغتسلت عن غسل الجمعة حدث أنك أجنبت، هل ينبغي عليك بعد أن تغتسل للجنابة أن تعيد غسل الجمعة، أو أن تتعرض في نيتك وأنت تغتسل للجنابة لغسل الجمعة؟ لا، لأنه لا يعاد، لقد فعل وانتهى وحصل فضله. هب أنك بعد أن اغتسلت للجمعة أحدثت، هل ينبغي عليك بعد ذلك يعني أن تعيده؟ لا، لا تعيده. ولذلك قالوا في المصنفات الشافعية ولا يبطل غسل الجمعة لا بجنابة ولا بحدث، يعني لا يبطل بمعنى إيه؟ لا يعاد، ولا يضيع، ولا يضيع ثوابه. طب لو أحدث بعده هيعمل إيه؟ عليه الوضوء فقط، ما بيتعادش يا مشايخ. طب هب إن هو يوم الجمعة ولم يجد ماء، ماذا يصنع؟ دور على ماء هنا أو هناك ما لقاش، قال تتيمم عنه. إيه ده؟ لماذا؟ قالوا لأن غسل الجمعة يراد لأمرين، إما للنظافة وإما للعبادة، فاتت النظافة لا تفوت العبادة. ما قدرتش إن أنت تغتسل تيمم عنه، يبقى وانت بتتيمم هتقول ايه بقى بنيتك؟ نويت التيمم عن غسل الجمعة.
يبقى هو مراد ليه مشايخ مقصده ايه؟ النظافة والعبادة. النظافة ليه؟ لأن يوم الجمعة يوم اجتماع الناس، وينبغي عليه أن يغتسل فيظهر بأحسن المظاهر، وأن يتنظف في هذا اليوم ويقطع الرائحة الكريهة لئلا يؤذي من يجلس بجواره في هذا اليوم. ما يروحش كده وريحته كلها عرق، اللي جنبه يزهق منه، ويجي الجمعة الجاية يقول لك لا بس أنا خلاص مش هنزل الجمعة، ده الروائح يا مولانا قاعدين الناس ريحتهم زي الفسيخ. عارفين الفسيخ ولا مش عارفين؟ زي الرنجة. عارفين الرنجة ولا لا؟ زي الجبنة القديمة. عارفينها؟ الفسيخ ده عبارة عن سمك يؤتى ويخلل ويوضع في الخل ويوضع عليه. طيب، غسل الجمعة مطلوب من كل من يريد حضور الجمعة. كل من أراد عزم ونوى أن يذهب إلى الجمعة طلب منه غسل الجمعة طلبا مؤكدا، من كل رجل وكل امرأة وكل صبي صغير أو كبير، حتى وإن لم يجب عليه حضور الجمعة، مثل المرأة والصبي أيضا طلب منهم غسل الجمعة، حتى كما قال أصحابنا وإن حرم عليهم الحضور، كالمرأة إذا لم يأذن لها زوجها قال لها ما تروحيش الجمعة. ده أنا شفت الكلام ده في الدار كتير، يقول لها اوعي تروحي واوعي تعملي، وهي ولا هي هنا فاكرة ان كلامه دوت بيغضب ربنا فبتسيبه وبتروح الجمعة وتروح المساجد، فمنعها حرم عليها الخروج، لان حقه على الفور وحقه واجب، والجمعة في حقها ليست واجبة بل مندوبة، واذا تعرض الواجب والمندوبة هنقدم يا مشايخ هنقدم الواجب. طب هي كسرت كلام جوزها وارتكبت الحرام، هل عليها أن تغتسل على سبيل الندب؟ نعم، لأن النصوص عامة ولم تفرق بين يعني أحد، ولذلك قال سيدنا رسول الله من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ولم يفصل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المرأة التي تخرج خروجا مأذونا فيه وبين التي تخرج خروجا غير مأذون فيه. طيب متى يبتدئ الوقت بقى؟ وقت يعني غسل الجمعة متى يكون وآخره متى يعني ينتهي به؟ قالوا يكون بابتداء الفجر الصادق. الفجر الصادق اللي هو بيطلع وبعده نشرع في الصلاة، وقبله في حاجة اسمها الفجر الكاذب. الفجر الكاذب ده عبارة عن ضوء يظهر في الأفق كذنب السرحان، يعني زي ديل الذئب يظهر كده في الأفق زي ديل الذئب، لا يملأ الأفق، ثم بعد ذلك يذهب هذا الضوء ويخلفه بعد ذلك ضوء يعني مستطيل يملأ الأفق. طب هو ده احنا ما بنشوفوش ليه؟ عشان عندنا تلوث ضوئي يا مولانا. حضرتك لو رحت الصحراء هتشوف الكلام ده، واخد بالك؟ اما هنا مش هنشوف لان عندنا تلوث ضوئي، عندنا الكهرباء والاضاءه ديت والكشافات الضخمه وكل ده عمل لنا تلوث ضوئي، ما نشوفش هذه الاشياء الدقيقه الرقيقه. لكن لو ذهبت الى الصحراء هتارى هذه الاشياء، واخد بالك؟ اطلع كده على الصحراء في الامارات ولا ومن اللي ما فيهاش الكلام ده هترى هذا. لكن الفجر الكاذب يطلع قبل الفجر الصادق كما يقول الشيخ الباجوري بخمس درجات. يعني ايه درجه شمسيه؟ درجه شمسيه اعتقد ان هي تقريبا بتعملها 4 دقائق او 5 دقائق. يعني الفجر الصادق يخرج قبل الفجر الكاذب، يخرج ويطلع قبل الفجر الصادق بحوالي 20 دقيقة. طب هو ايه ده الفجر بيبقى كاذب والفجر بيبقى صادق؟
لا، ده الصادق هو الذي يخبر به والكاذب هو الذي يخبر به. يعني فجر صادق مخبره وكاذب مخبره، لكن الفجر نفسه اللي هو الضوء ده كذاب والضوء ده صادق، لا يوصف بذلك إلا المخبر. يبقى يطلع يبتدئ وقته بالفجر الصادق، يعني يوم الجمعة أول ما يقول المؤذن في صلاة الفجر النهاردة الله أكبر فاغتسلت بعده حسب عن غسل الجمعة حيث كان بنية غسل الجمعة. طب وآخر بقى الغسل؟ قالوا يكون باليأس من فعل صلاة الجمعة، واليأس من فعل صلاة الجمعة يكون بسلام الإمام. يعني إيه؟ يعني يفضل مطلوب منك لغاية تمة الإمام اللي بيصلي صلاة الجمعة يسلم. افرض أن حضرتك أذن الأذان وكنت حضرتك في المنزل وانفضل الخطيب، وكان الخطيب بسم الله ما شاء الله أنت عارفه بيخطب ساعة ونص، فقلت حضرتك زي ما بعض الناس بيعملوا واخد بالك أنا هنزل في آخر ربع ساعة أو في الوقت بدل الضيع، وفضلت حضرتك لغاية كده فجاءك الشيطان فجعلك تكسل، هيفوت إمتى بقى غسل الجمعة؟ من أول ما يقول الإمام السلام عليكم. قال السلام عليكم يبقى كده خرج وقت غسل الجمعة. يبقى متى ينتهي وقته؟ يا مشايخ تكتبوها كده، ينتهي وقته باليأس من فعل صلاة الجمعة، ويحصل ذلك بسلام الإمام منها. والأفضل، طب خلاص احنا عرفنا الأول وعرفنا الآخر، ما هو الأفضل؟ قالوا الأفضل أن تقرب الغسل من ذهابك إلى الصلاة. يعني أنت هتنزل إمتى؟ أنا هنزل والله الساعة 11، خلاص اغتسل 11 إلا ربع. أنا هنزل الساعة 11 ونص، اغتسل 11 ونص. أنا هنزل الساعة 12 لأن أنا عارف الخطيب اللي جنبينا خطيب بيطول ورغاي وعايز يعلمنا كل أحكام الدين في نص ساعة أو ساعة ونص، خلاص قبل ما تنزل الصلاة اغتسل، وهذا أفضل وأحسن. لماذا؟ قالوا لأنه أكثر يعني تحصيلا للمقصود من غسل يوم الجمعة، اللي هو إيه بقى؟ اللي هو انتفاء الرائحة الكريهة. كل يعني لما اغتسل وانزل رائحتي خلاص، الغسل يعني نفى عني رائحة العرق ورائحة كذا وكذا وكذا وكذا، فلما أجلس مع الناس في يوم الجمعة لا يشم مني أحدا رائحة، يعني إيه رائحة سيئة، وإلا سأكون حينئذ يعني مؤدي أن الناس يتركون عبادة الله. طيب انتهينا هنا من غسل الجمعة. حد عايز يسأل في غسل الجمعة عن حاجة ولا نخش على اللي بعده؟ طيب نخلي الأسئلة في الآخر صح كده عشان بن... طيب ثم قال بعد ذلك والعيدين، يعني ومن الأغسال المسنونة غسل العيدين، أي عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر الذي يأتي بعد رمضان، وعيد الأضحى الذي يأتي في الحج. طب وماذا ينوي؟ قال أنت عندك في يعني غسل العيدين تنوي في العيد عيد الفطر سنة الغسل لعيد الفطر، أو تنوي سنة الغسل العيد للعيد العيد الأضحى. تقول بقلبك كده نويت أغتسل لعيد الأضحى، نويت أغتسل لعيد الفطر. طب قلت وأنت تغتسل نويت الغسل وأطلقت نيتك عن تحديد الأضحى أو الفطر، ما الحكم؟ قالوا ينصرف إلى صاحب الوقت.
هو الوقت ده بتاع مين؟ بتاع عيد الفطر. ينصرف تنصرف هذه النية إلى غسل الفطر. كان عيد الأضحى ينصرف إلى يعني غسل عيد الأضحى بقرينة أنه عليه. يعني إيه القرينة؟ قالوا القرينة في هذا إنه الغسل اللي مطلوب منه وعليه إيه دلوقتي؟ غسل الفطر ينصرف إلى الفطر، غسل الأضحى ينصرف إلى الأضحى. خلاص خلصنا منه. طب متى يدخل وقته ومتى يخرج وقته؟ جميل. قال يدخل وقته بنصف الليل. نصف الليل عندنا كده مذهبنا أنه يدخل وقته بنصف الليل. طب يا مولانا نصف الليل ده نعرفه ازاي؟ صلوا على سيدنا رسول الله. هو المغرب بيأذن الساعة كام؟ النهاردة بيأذن الساعة 5. والفجر بيأذن الساعة كام؟ بيأذن الساعة 5. حاجة جميلة النهاردة. يعني من 5 لـ5 قد إيه يا مشايخ الإسلام؟ 12 ساعة. يعني إحنا اليومين دول عندنا الليل يساوي النهار. طيب نص الـ 12 كام يا مشايخ الإسلام؟ 6. 6 خدهم وضيفهم على 5 يعملوا لنا كام؟ 11. يبقى نصف الليل النهاردة الساعة كام؟ الساعة 11. فلو افترضنا ان النهاردة العيد يبقى يبتدئ الغسل الساعة 11. افترضنا ان احنا في رمضان يبتدئ السحور من برضك نصف الليل وهكذا. لسه هنتكلم في الكلام ده انا معاكم ان شاء الله لغاية ما نختم الكتاب ده. يبقى بنصف الليل عرفنا هنحسب النصف ازاي. طب افرض احنا بيبقى عندنا المغرب الساعة 7 والفجر الساعة 4، يبقى من 7 لـ4 قد ايه؟ من 7 لـ4 يبقى عندنا ادي 5 5 يبقوا 9، 9 نصهم 4.5، 4 يبقى 11.5. يبقى نص الليل الساعة كام؟ 11.5. هو مين اللي علمني دي الكلام ده؟ شيخي هو اللي علمني هذه الطريقة. ومتى يخرج وقته؟ قالوا يخرج وقت الغسل بغروب شمس العيد، شمس يوم العيد. يبقى الغسل مراد للصلاة أم مراد لليوم؟ قالوا لا، مراد لليوم، لأنه يوم فرح وسرور وبهجة وحبور، والناس بتجتمع في الصلاة وغير الصلاة، فكان الغسل مراد لليوم لا للصلاة. ولذلك لما كان منسوبا لليوم خرج بخروج اليوم، واليوم لا يخرج إلا بغروب الشمس، لأن اليوم في اللغة متى يبتدئ؟ قالوا يبتدئ مع طلوع، يبتدئ مع طلوع الفجر. طب وبينتهي إمتى اليوم؟ مع غروب الشمس. أمال إحنا ليه قلنا إن الغسل منسوب إلى اليوم؟ كنا مفروض نقول هو يبتدي أيضا من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس ما دام هو منسوب. قال لا، خرجنا عن هذه القاعدة في الابتداء لعلة. ليه؟ قال لأن في ناس بتيجي من أماكن بعيد. الصلاة الساعة كام يا مشايخ؟ ده بتبقى يعني بعد الفجر بساعة، وكان الناس بتيجي عشان تصلي مع سيدنا رسول الله يأتون من العوالي، منطقة هناك في 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 مكة أعتقد، في المدينة بعيدة جدا، في المدينة مش في مكة، في المدينة بعيدة عن سيدنا رسول الله، علشان خاطر يغتسل وينزل مش هيلحق، ده يلحق الظهر. فأجيز لهم أن يغتسلوا من نصف الليل حتى يستطيعوا التبكير إلى صلاة العيد، هكذا قال أصحابنا. لكننا خالفنا في الابتداء لعلة، وهي رفع المشقة عن الذين يأتون من أماكن بعيدة. لو حضرتك مثلا بتروح أكتوبر تصلي في مسجد فاضل وانت هنا من الحي السابع، هتمشي إمتى؟ هتصلي الفجر وتمشي. يبقى أنا محتاج أغتسل إمتى؟ محتاج أغتسل قبل الفجر. شفت تطبيقها حتى في زماننا صعب. طب مش معنى مسجد فاضل
لأن في قمر من أقمار الدنيا. الله. ولكن الأفضل قال أصحابنا أن يفعله بعد صلاة بعد الفجر، يعني أن يغتسل بعد الفجر إن أمكنه ذلك، لكن ما أمكنوش يبقى قبل الفجر يا سيدي. ما يقولش بقى ما اروح المسجد وابقى اغتسل جوه المسجد لا، اوفر ميه المسجد واغتسل في بيتكم. طيب بعد كده فين 17 5 او 26 السنه مرقمها. هب انه اراد ان يغتسل، هو يعلم الحكم، قال بقى خلاص يعني هي لازم نص الليل، اما هم يا عم اغتسل قبل نص الليل، الساعه دلوقتي 11، اما اغتسل الساعه 10، هو اخره 11 الساعه 10. قالوا لا يجوز، ولو فعل هذا وهو يعلم وقاصد ان يكون هذا الغسل للعيد قبل نصف الليل حرم عليه ذلك، لانه تلبس بعباده فاسده، كما انه مثلا صام اليومين دول بنيه صيام رمضان، ده ايه؟ ده صيامك باطل لأنك تلبست بعبادة فاسدة، أو إن حضرتك أمسكت من الليل بنصف بنية الصيام إلى الفجر، ده أنت تلبست بعبادة فاسدة وهذا حرام عليك. طيب بعد كده قال إيه بقى يا مشايخ؟ قال والعيدين، خلصنا من العيدين يا مولانا، والاستسقاء، يعني وكذلك يسن الاغتسال لصلاة الاستسقاء. وقالوا السين والتاء تدخل للطلب غالبا، وهنا قد دخلت للطلب، فالاستسقاء معناه ايه؟ طلب السقيا من الله سبحانه وتعالى. طيب الاستسقاء متى يدخل وقته؟ قالوا ينظر، ان اردت ان تفعل الصلاة منفردا فيدخل الوقت بإرادة فعل الصلاة، وإن فعلتها في جماعة فإن الوقت يدخل باجتماع الناس، اجتمع الناس يلا اغتسل. ومتى يخرج؟ قالوا يخرج بفعل الصلاة على الحالين. طب وما هو الدليل على إن صلاة الاستسقاء طلب فيها الغسل؟ قالوا لأنها محل اجتماع الناس، واجتماع الناس محل تغير الروائح، فينبغي عليه أن يزيل الرائحة الكريهة لئلا يؤذي إخوانه في المصلى. قال بعد ذلك والخسوف والكسوف، يعني وكذلك يسن الغسل. طيب هو نرجع للاستسقاء، هينوي ايه؟ هينوي السبب، هيقول نويت الغسل لصلاة الاستسقاء عشان ما ننساش. والخسوف، الخسوف انما يكون للقمر، والكسوف انما يكون للشمس، وهذا هو الافصح في الاستعمال، ان الخسوف يستعمل للقمر وان الكسوف يستعمل للشمس، وهناك استعمالات اخرى سنوردها عند الكلام على صلاة الخسوفين أو الخسوفين. متى يدخل وقته ومتى يخرج؟ قالوا يدخل وقته بالتغير، أول ما تلاقي الشمس اتغيرت كده هو، وأول ما تلاقي القمر اتغير لك أن تغتسل. ومتى يخرج؟ قالوا بالانجلاء التام، يعني إذا انجلى تغير الشمس ورجعت إلى ما كانت عليه من صفاء ضوئها، وانجلى تغير القمر وعاد إلى يعني صفائه ونقائه، خرج وقت الغسل. طب وبما ينوي؟ قالوا ينوي أنه يغتسل لسنة صلاة الكسوف أو لسنة صلاة الخسوف، ينوي السبب. بعد ذلك قال والغسل من أجل غسل الميت، يعني من أجلي، يعني لعلتي، يغتسل علشان زي ما بنقول كده. طيب يعني الغسل من أجل غسل الميت، لغسل الميت. هنا قال المحقق الباجوري
جملة لطيفة جدا، قال: كان ينبغي أن يضع غسل الميت بعد غسل الجمعة لأنه بعده في المنزلة والدرجة، ولأنه ثاني مرتبة من مراتب الأغسال المؤكدة، لكنه لم يفعل. يعني هو مشايخنا ما كانوش بيشرحوا وخلاص، ده كان بيشرح ويدقق ويفكر ويعلل وهكذا حتى في الوضع. ويدخل وقته بالفراغ من غسل الميت. ها، خلصت غسل الميت وأنهيت غسله؟ نعم، خلاص اغتسل في هذه الحالة. ومتى يخرج؟ قالوا: يخرج بالإعراض عنه أو طول الزمن. إعراض عنه يعني إيه؟ يعني أصدت من جواك إن أنت ما تغتسلش، أعرضت عنه، سبته ولم أغتسل، أو طال الزمن. أنا في دماغي وفي قلبي إن أنا أغتسل، ولكن طال الوقت بيني وبين غسل الميت. طيب، ومن يغتسل من غسل كل ميت أم ميت مسلم أم امرأة أم رجل؟ قالوا: لا، يسن له أن يغتسل من غسل كل من غسله، سواء كان رجلا غسل رجلا أو غسل امرأة، غسل مسلما أو غسل كافرا، لأن الحديث عام: من غسل ميتا فليغتسل. طب والعموم جه منين؟ لأنه نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط إيه؟ تعم. فكأنه قال: يغتسل من غسل كل ميت، وسواء كان صغيرا أو كان كبيرا وهكذا، وسواء كان الغاسل طاهر أو كان الغاسل حائض أو كان الغاسل يعني نفساء أو إلى آخره. والدليل على ذلك، احنا ذكرنا عدة أحاديث في هذا، وقلنا بأن هناك يعني أدلة صرفته عن الوجوب إلى آخر ما قدمناه. وذكروا هنا شيئا يتعلق بغسل الميت، وهو أنه من حمله فليتوضأ كما ورد في الحديث، حمل الجنازة أو أنه مسه، يعني لو مس الميت يتوضأ. وذكروا له علة لطيفة، وهي علة فطور البدن، إن البدن يعني عند ملاقاته وعند غسل الميت يحصل فيه شيء من يعني شيء من الفطور، شيء من الفطور احنا بنسميه عندنا في المصريين همدان. فطور البدن يعني ايه؟ بيهمد، يعني قل نشاطه، فإذا اغتسل أو توضأ عاد إليه النشاط. وده يا مشايخ لعلهم أدركوه بالاستقراء، هم شافوا الكلام دوت، ما قالوش كده وخلاص. الناس دي ما بتقولش كده وخلاص يا مولانا، احنا بنقدسهم. لا والله، ما احنا ما بنقدسش حد، ولكن ده مش تقديس، ده احترام، ده عرفان بالجميل، ده إذعان للمدارس وللمناهج التي صاروا عليها وألفوا كل هذه المؤلفات. وما زلنا أقعد وفكر فيها كده بأدواتهم هتلاقي إن حاجة عالية جدا. قال: والغسل من أجل غسل الميت. طيب، وبعد ذلك قال: وغسل الكافر إذا أسلم. هنا بقى في لطيفة، الكافر ده اسم فاعل، واسم الفاعل يطلق على من تلبس به. إذا أسلم هو كافر عند إسلامه؟ لا، هو كافر باعتبار ما سبق، فأطلق اسم الفاعل على المسلم باعتبار ما كان. ولذلك الشيخ الباجوري كان بيقول: يا ريت كان غير العبارة وقال: والغسل. قال لك ايه عندك هنا كده العبارة؟ لو قال: وغسل من أسلم لكان أولى. الله، ايه وغسل من أسلم، ما يقولش غسل الكافر، ما هو مش دلوقتي مش كافر. ده دلوقتي مسلم يا مولانا. قال: باعتبار ما سبق إني أعصر إيه؟ لا، ده خمرا، ده باعتبار ما سيكون، واخد بالك؟ الخمر ده باعتبار إيه؟ ما أنت عندك المجاز باعتبار ما سبق وباعتبار ما يكون. هنا باعتبار ما سبق، يعني قبل كده كان متسمي كافر. إذا أسلم يعني وغسل يا مولانا من إيه؟ وغسل من أسلم.
يعني من دخل في الإسلام. أول ما يدخل في الإسلام وينطق الشهادتين يسن في هذه الحالة أن يغتسل. طيب يا مولانا، يبقى متى يدخل وقت غسله؟ قالوا بالشروع في الإسلام. طب لو واحد جه قال له كده، يا مولانا هو فوق المنبر لقني الشهادتين، قال له روح اغتسل وتعالى لي. عندنا في الفقه يقول لك كفر. الذي يؤخر إسلام من أراد الدخول في الإسلام عندنا يكفر. ليه؟ قال له لأنه هو الفترة اللي هو هيجلس إلى أن يغتسل ده جالس فيها على الكفر، وانت راضي بكده لأنك سبته ما علمتوش، ورضى بالكفر كفر. ده بيتكلم في ناس فاهمة ما تفعل. فالكلام ده ما ينفعش إسقاطه اليومين دول، لأن الناس جهلة، الأئمة والوعاظ أجهل من دويبة تختفي في بطن الأرض. هتكفروا إزاي وهو مش عارف يعني إيه رضا ومش إيه رضا؟ أول ما جاله قال له يا ابني، قال له أنا عايز أسلم، قال له طب يعني روح اغتسل كده وتهيأ كده وتعالى بعد كده. هو عارف يعني إيه الكلام، بس هو بيتكلم على ناس كانت فاهمة مردود الكلام. طيب، ويفوت بطول الزمان، يعني أسلم وطال زمان إسلامي، لا يسن له أن يفعله مع طول الزمان، أو أنه أعرض عنه قال خلاص أنا مش هغتسل، هو من السنة خلاص أنا مش هغتسل. لكن خلي بالك هنا في حاجة مهمة جدا، وهو هذا حيث انفرد المندوب عن الواجب. يعني إذا لم يحدث له في حال كفره ما يقتضي الغسل، يعني لم يجنب، يعني لم يولج أو يولج فيه، ولم تحض ولم تنفس ولم تلد، ولم يحدث في حال كفرها أو كفره ما يقتضي الغسل. لأنه إن حدث في حال كفره ما يقتضي الغسل وجب عليه أن يغتسل بعد الإسلام، ولا يعتد بالأغسال التي حصلت في الكفر لأنها غير صحيحة، لأنها تحتاج إلى نية، والنية من شرطها الإسلام. ولذلك لو أجنب أو نفست أو حاضت في حال كفرها ثم بعد ذلك أسلمت عليها غسلان. الغسل الأول الغسل الواجب بسبب الجنابة والحيض، والغسل الثاني الغسل لدخول الإسلام. ولكن هنا بيتكلم على انفراد غسل الدخول في الإسلام عن غسل الغسل الواجب، يتصور انفصاله بألا يصدر منه في حال الكفر ما يقتضي الغسل. حينئذ لو اغتسل سيكون الغسل في حقه مندوب، لكنه إن دخل الإسلام وكان قد قبل ذلك قد أجنب أو حاض أو حاضت يعني المرأة، فعندئذ لا بد من أن يغتسل الغسل الواجب، وبعد ذلك يغتسل الغسل المندوب إن أراد، وله أن يجمع هذا وذاك، وأن يتعرض للواجب في النية وأن يتعرض للسنة في النية. هتلاقي عندك الكلام ده. طيب، طب وهل المرتد يشمل الحكم؟ نعم يشمل الحكم. افرض أنه هو كان ملحد ثم تاب الله عليه وعاد إلى الإسلام، يندب له حينئذ أن يغتسل غسل الدخول في الإسلام. وقالوا هنا بقى في حاجة لطيفة، بس ما عرفش انتوا بقى تستوعبوها ولا لا. ولو ما استوعبتوهاش اشرحها لكم، وانا جاي ليه يا مولانا؟ مش جاي عشان اشرح ولا جاي عشان اشرب شوية العصير الحلو ده واروح. قالوا في هذه الحالة في حاجة اسمه إسلام بالتبعة، وفي حاجة اسمه إسلام بالاستقلال. إسلام بالتبع وإسلام بالإيه؟ بالاستقلال. إسلام بالاستقلال يصدر من شخص بالغ كان على غير الإسلام
ثم بعد ذلك اختار الإسلام باختياره، فهذا أسلم استقلالا. طيب هب إن واحد اتولد وكان أحد أبويه غير مسلمين، غير مسلم، يعني أبوه كان مسلم واتجوز واحدة كتابية، فولد لهم ولد على سبيل المثال. الولد ده يبقى على دين مين؟ على دين أبوه. يكون على دين أبيه لا على دين أمه. لماذا؟ لأن عندنا النص واضح، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فهو صار مسلما تبعا لأحد أصوله المسلمة. هب إن الاثنين كانوا يعني ملاحدة وحصل ما بينهم اللي حصل، ثم بعد ذلك المرأة تابت وأنبت إلى الله وتركت هذا الرجل، أو الرجل مات أو لعلة أخرى، الولد هيتبع أمه في الإسلام، لأن الإسلام ده أعلى الدرجات وأعلى المراتب وأشرف المقامات، فلذلك يعلو ولا يعلى عليه، ولذلك يتبع الفرع في الديانة أباه. يبقى في الحالة ديت هيبقى هو مسلم. طب افرض ان هو ليه جد، الجد الخمسين كان مسلم، هيبقى مسلم بالتبع. طب اللي مسلم بالتبع ده، يعني مثلا على سبيل المثال ابوه كان مسلم، او بلاش هقولها لكم بطريقة اخرى، الاتنين كانوا كتابيين واسلم احدهما، يبقى الولد هيبقى ايه؟ هيبقى مسلم بالتبع. طيب اللي دخل في الإسلام من أحد الطرفين يندب له غسل، يبقى هو هيغتسل. طب والطفل الصغير دوت يغسله أبوه، لماذا؟ لأنه دخل في الإسلام بالتبع. فهمنا الصورة؟ أو مثلا واحد سبى طفل، لا بلاش سبا دي، دي هيزالها حدوته تانية. طيب هنقولها، او بيقول لك السابي المسلم، يعني مثلا حضرتك رحت في اوروبا واخد بالك ولقيت انسان لقيط، عيل لقيط، فرحت خدته، يبقى انت يعني التقطته كده هو، قلت خلاص انا ان شاء الله هربيه، الولد ده بيبقى مسلم تبعا ليك، يبقى انت حضرتك لما تاخده وتلتقطه من أجل التربية ومن أجل الرعاية، ابقى غسله غسل الإسلام لأنه دخل في الإسلام تبعا للاقط. أما السبي ده بيبقى في الحرب، واخد بالك، يعني مثلا المسلمين دخلوا تل أبيب الحمد لله عشان يطهروها وناخد أرضنا، واخد بال حضرتك اللي هي أحق بينا يا مولانا، وخدت انت طفل انت سبيته حيث أجاز لك الإمام هذا. كلها مسألة، أنا أعتقد أنها مسألة تصورية إن شاء الله، بس مش بعيد عن ربنا، وأخذت طفل من هذا، يبقى حضرتك في هذه الحالة أنت سابي مسلم، والسابي المسلم في هذه الحالة يعني هيغسل هذا الطفل لأنه دخل في الإسلام تبعا لحضرتك. لا كبير، لا ما خلاص أنت عايز تسبي واحدة يعني، يبقى رقاها يا مولانا وابقى استمتع بيها. الفقه بيقول ده انت داعش يا اخي. طبعا دخل الاسلام يعني التبع، يعني مثلا احد الابوين كان كتابي ثم دخل الاسلام وعنده عيل صغير عنده حوالي 10 سنين، قال له العشر سنين ده بيخش بالاسلام تبعا لابيه، وابوه لما يخش الاسلام يغتسل ويامره هو بالغسل، فإن كان صبي لا يميز غسله أبوه وليه. طيب قلنا بقى فيما لو كان الكافر جنبا، وخلصنا من القضية دي. هل تكفي هنا، يعني هل يكفي نية الغسل الواجب عن نية الغسل المندوب؟ يعني افرض أني من دخل الإسلام
وكان قد حدث ما يوجب الغسل في حال كفره، فهل لو نوى الغسل الواجب تكفي عن غسل السنة؟ لا. طب افرض ان هو اغتسل غسل الدخول في الإسلام وكان في حال الكفر قد أجنبه، هل تكفيه نية الغسل المندوب عن الغسل الواجب؟ لا، لا بد، ده مستقل وده مستقل. ثم قال بعد ذلك كلام اللذيذ النهاردة كله في الغسل، ربنا يغسلنا وإياكم من الذنوب. والمجنون والمغمى عليه إذا أفاق، برضه كان الشيخ الباجوري اعترض وقال لي يا مولانا، قال عندك ايه؟ قال رحمه الله: كان الأولى أن يقول وغسل من أفاق من الجنون أو الإغماء، لأنه مش مجنون، ما خلاص ما هو أفاق يا مولانا، إزاي بقى مجنون يا سيدنا؟ ما خلاص ربنا أكرمه وما بقاش مجنون. فينبغي أن حضرتك كنت قلت إيه؟ وغسل من؟ الشخص الذي أفاق من الجنون، مش غسل الشخص المجنون. هو عائلة مولانا مش مجنون. والمغمى عليه يعني ومن أفاق من الإغماء، يعني أصل هو مش مجنون دلوقتي، ده كان مجنون قبل ذلك. قال بس برضك إطلاق الجنون عليه حال الإفاقة إطلاق مجازي باعتبار ما سبق، وإطلاق الإغماء عليه حال الإفاقة يعتبر إطلاق مجازي لأنه إطلاق باعتبار ما سبق. طيب، وده موجود عندنا في اللغة. يسن في حقهما. طيب، هما دلوقتي هيغتسلوا يا مولانا، النية هيبقى شكلها ايه؟ قال يسن في حقهما ان ينوي رفع الجنابة. ازاي انا رفع الجنابة؟ انا الامام الشافعي قال قل من جن او اغمي عليه الا وانزل. جابها منين الشافعي؟ الشافعي ده بالاستقراء بقى، أو الشافعي ده كان طبيب أصلا، ده الشافعي ده كان يعني حاجة مهولة في الطب، للي بيقول لك معهوش مؤهلات، ده كان أعظم الأطباء في زمانه، كان بيروح يقرأ على الشافعي، وكان يتمنى إن هو ينهل من علوم الشافعي الطبية، فالشافعي كانت له قراءة عميقة في الطب. اقرأ كتاب الإمام البيهقي مناقب الشافعي، وفي معرفة الإمام الشافعي بالطب. كان في طبيب كبير في مصر هنا ذهب إلى الإمام الشافعي وأراد أن يلتمس وأن يطلب علم الشافعي في الطب، لكن الشافعي أعرض، لأن الشافعي انصرف إلى تمهيد علوم الشريعة وإلى الاستنباط والتفريع وإنشاء المدرسة التي ما زلنا إلى الآن ننعم في يعني دراستها. فالإمام الشافعي بيقول لك كده، يقول لك قل من أغمي عليه أو جن إلا وأنزل، يعني هيعمل يعني هيمني. طب ده في حق البالغ. طب حق الصبي ينوي أيضا رفع الجنابة؟ الإمام الرملي قال نعم ينوي رفع الجنابة. طب ليه يا مولانا الإمام الرملي؟ قال لأن احتمال أن يكون الصبي قد وطئ أو وطئ، هي غريبة نادر. قال بس حتى مع النادر هذا ينوي هذا احتياطا، ينوي هذا احتياطا. وقيل، وهذا يعني أقرب إلينا، ينوي السبب، ينوي غسل الجنون أو غسل الإغماء، يعني الغسل من الجنون والغسل من الإغماء. طيب هو طب ما هو لما يغمى عليه ويفيق بيغتسل، ولما يجن ويفيق بيغتسل، طب لماذا لا يؤمر النائم؟ خد بالك يا مولانا. لماذا لم يؤمر النائم بالغسل؟ قالوا للمشقة، لأنه بيتكرر، ده بيتنام 12 ساعة، يعني هو المجنون ده لما يقعد مثلا يجن ساعة ويقوم بعد كده يفوق تأمروه بالغسل، وده ينام 12 ساعة ما تأمروش بالغسل. قال ما هو خلي بالك النوم متكرر، والتكرر ده يقتضي المشقة، يعني في ناس بتنام في اليوم مرتين، يصحى الساعة 8 الصبح، يصحى الساعة على الفجر،
يشتغل لغاية الظهرية كده وبعد كده ينام، هتأمره بقى يغتسل الصبح، هتأمره بعد كده يغتسل وبعد كده، لا ده أمر يطول ويشق، والمشقة تجلبه التيسير، والأمر كلما ضاق يا مشايخ التاسع. ربنا يوسع عليكم. طب هب أنه تحقق الإنزال من المجنون والمغمى عليه، قالوا في هذه الحالة يطلب منه غسلان. الغسل الأول اللي هو غسل الجنابة، والغسل الثاني غسل الإفاقة من الجنون. طب ما أنزلش، لم يتحقق منه الإنزال، عليه غسل واحد وهو غسل يعني الجنون والإغماء. طب تحقق منه الإنزال، عليه غسلان. طب اغتسل ونواهما، حصل. اغتسل ونوى أحدهما، حصل له ما نواه، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ يا مشايخ ما نوى. وربنا يعني يمتعنا بعقولنا وإياكم، وما تتجننوش، مع إن المجتمع اللي احنا فيه جنن اللي ما يتجننش. طيب يا مشايخ، خلصنا من غسل الإيه؟ المجنون. المجنون، ربنا يكملكم بعقلكم. قال والغسل عند الإحرام، ويجي الشارح هنا يقول لك عند إرادة الإحرام. الغسل مسنون عند إرادة الإحرام. أنت عايز تحرم بحج أو بعمرة أو بهما، أو تحرم إحراما مطلقا، في هذه الأحوال الأربع سن لك عند إرادة الإحرام أن تغتسل، وده بيسموه غسل الإيه؟ غسل الإحرام. طب أنوي إيه بقى وأنا بغتسل؟ تنوي السبب اللي هو الإحرام، وإن كان سببا متقدما. طب متى يدخل وقته؟ قالوا يدخل وقت الغسل للإحرام بإرادة الإحرام، ويخرج بفعل الإحرام. طب فعلت الإحرام خلاص ما تغتسلش لأن وقته انتهى. طيب ده مطلوب من كل أحد؟ نعم مطلوب من كل أحد، من كل رجل وكل امرأة، ومن الصبي وغير المميز، ومن الصبي المميز. طب والصبي المميز هيعمله ازاي؟ ولي يقول له قوم يا واد اغتسل عشان احنا رايحين للعمرة او للحج. طب غير مميز غسله انت، اغسله انت وانوي بقلبك عنه. طب والحائض تغتسل؟ تغتسل، مطلوب منها عند إرادة الإحرام أن تغتسل. طب والطاهر يعني المرأة غير الحائض؟ نعم. طب والنفساء كذلك، ليه؟ لأن الإحرام لا يمتنع مع الحيض ومع النفاس ولا مع الجنابة. طب وكذلك كل حر وكل رقيق، حتى الرقيق يطلب منه ذلك. يبقى لا فرق في المطلوبية بين كل هذه الأفراد. طب هب أنه يعني كما يقولون جت الحزينة تفرح ما لقتلهاش مطرح، يعني أراد أن يغتسل فانقطع الماء، والطيارة هتقوم بعد شوية، يعمل إيه؟ قالوا يتيمم، لأن الغسل عبادة، فإذا فاتت العبادة انتقل إلى البدل وهو التيمم. طب وينوي إيه؟ ينوي التيمم عن غسل الإحرام. طب لو نظر غسل الإحرام هيجب كما قلنا، لأن هذه الأغسال تجب به النذر. بعد كده عندنا إيه؟ قال والغسل لدخول مكة، يعني كل من دخل مكة يعني أراد أن يدخلها يسن له أن يغتسل. قال ويسن لدخولها ولدخول حرمها. أنت عايز تخش مكة ولا تخش الحرم مكة؟ لو عايز تخش مكة لابد أن يعني مش ليه يسن لك أن تغتسل، تريد أن تدخل الحرم يسن لك كذلك أن تغتسل، سواء كنت محرما أو كنت حلالا.
قال ويسن أن يغتسل بذي طوى، مكان هناك فيه بئر مطوية مبنية، ولذلك سموه ذي طوى. ليه؟ لأن به بئر مطوية يعني مبنية. ده موجود أظن، هذه المعالم إن لم يزلها الوهابية هتبقى موجودة إن شاء الله. قالوا من أخرج، من خرج من مكة فأحرم بعمرة من محل قريب من قالوا هنا بقى افرض إن هو كان في مكة خلص عمرته وعايز يعمل عمرة تانية لأبوه الميت، كان موصيب كده أو لجده مثلا، وخرج من مكة إلى التنعيم فاغتسل من التنعيم. اغتسل في التنعيم ليه؟ لإرادة الإحرام. مش احنا قلنا أنه يسن لمريد الإحرام أن يغتسل فاغتسل للإحرام. ده هو خلاص داخل مكة، يعني بينه وبين مكة خطوة واحدة، هل يغتسل لدخول مكة؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا لأنه قريب العهد من غسل التنعيم من غسل الإحرام، يعني هيغتسل دلوقتي وبعدها بخمس دقايق يغتسل تاني، هي مية كتير. قالوا لا، لأنه قريب العهد من غسل الإحرام. طيب بعد كده قلنا إيه بقى مشايخ الإسلام؟ وللوقوف بعرفة في تاسع ذي الحجة. طب ليه حدد بقى تاسع ذي الحجة؟ هو عايز يقول لك يوم عرفة هو يوم التاسع من ذي الحجة. طب لو أخطأ الناس ووقفوا يوم العاشر برضك هيغتسل، وقفوا يوم الثامن هيغتسل، وهكذا هيجي الكلام دوت في باب الحج. قال والغسل للوقوف بعرفة. هنا الغسل للوقوف بعرفة، بعرفة دي متعلقة بالوقوف مش متعلقة بالغسل، لأن الغسل ما بيبقاش في عرفة، الغسل بيبقى في نمرة أو في أي مكان ثاني، لكن ده الوقوف هو الكائن في عرفة وليس الغسل بعرفة. فالباء هنا مولانا متعلقة بإيه؟ متعلقة بالوقوف. أو إن أنت هتقول الباء هنا بمعنى فيه، والوقوف حاصل في عرفة، ما أصل هنا برضه في يوم عرفة أو في أرض عرفة، سهلة يعني. لكن الباء غير متعلقة بالغسل، لأن الغسل إنما يكون يا مولانا في نمرة أو غيرها، والنمرة ديت مش من عرفة. طب متى يدخل وقته؟ قالوا مثل الجمعة، يدخل وقته بالفجر الصادق وينتهي بفجر يوم النحر، لأن كل الوقت ده وقت لوقوف عرفة حتى ليلة العيد. لو واحد أحرم ليلة العيد وذهب وأمكنه ذلك ووقف خلاص، لأن عندنا ينتهي الوقوف بفجر العاشر، بفجر العاشر. طيب وينتهي بفجر يوم النحر، يوم النحر اللي هو يوم العيد. ولكن الأقرب أن يعني الأفضل أن يقربه من الزوال، بل الأفضل إن هو يفعله بعد الزوال. طب ولماذا اغتسل اليوم عرفة؟ لأنه يوم اجتماع الناس، فينبغي عليه أن يفعل ذلك قطعا للروائح الكريهة، خلاصنا من يوم عرفة. وللمبيت بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ده بيبقى يوم الايه؟ بيبقى ليلة العاشر من ذي الحجة، بعد الدفع من عرفة، بعد المغرب يجمع بين الليل والنهار، ثم بعد ذلك ينطلق ويندفع ويمر إلى ويذهب إلى المزدلفة، لأن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج،
وينبغي أن يبيت بها ولو لحظة بعد منتصف الليل. حتى الإمام التقي السبكي جعل المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، لكن المعتمد في المذهب أنه واجب، لو تركه يجبر بدم. طيب، وللمبيت بمزدلفة، يعني الشيخ هنا بيقول أنه يسن لمن يبيت بالمزدلفة أن يغتسل للمبيت بها، لكن المبيت بالمزدلفة ليس يعني راجحا، الغسل لها ليس راجحا، وإنما هو رأي مرجوح في مذهب الإمام الشافعي. أمال الراجح إيه؟ الراجح أنه لا يسن الغسل للمبيت بمزدلفة. ليه؟ قالوا لأنه ده كان لسه أهو، يعني ده لسه مغتسل من 3-4 ساعات لغسل عرفة، لغسل الوقوف بعرفة، فهو قريب العهد من غسل الوقوف بعرفة، ولذلك لم يستحبه أصحابنا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. طيب، عندنا مش موجودة في المتن. عندك مش في المتن، لكن عندنا. أمال أنت عندك إيه؟ ولا الوقوف بعرفة ولا رمي الجمار؟ لا، عندنا موجودة أهي. عندك يا مولانا إيه؟ كذلك في المخطوطات. عندك فين المخطوطات؟ أنت طلعت على مخطوطات يا شيخ خير لا تدلس. عندك مولانا المزدشخ خير الأنام بتاع دار المنهاج، في المخطوطة موجودة يا سيدي. أنت عندك مخطوطات؟ 5. طب ما تعمل لنا حاجة وتوزعها على الطلبة. طيب، هتلاقي الشيخ خير بيقول هي في المخطوطات، لكن الشيخ الحصني يعني لم يشرح عليها، ولذلك نسخة الشيخ الحصني غريبة شوية. بس انت لو شفتها هيبقوا 17، بقول 17 لو شفت المبيت المزدلفة عدلت المبيت 17. ده طب عدلنا كده، ده هنا بيقول لك 17 بإدخال يعني دخول مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ده 17. يعني بص يا مولان، الجمعة، العيدين، الاستسقاء، الخسوف والكسوف، الغسل من غسل الميت، الكافر إذا أسلم، المجنون، الماء المغمى عليه، الغسل عند الإحرام، لدخول مكة 12، للوقوف بعرفة 13، للمبيت بمزدلفة 14، لرمي الجمار 15، للطواف 16. رمي الجمار الثلاث المفروض هيبقوا 3، لا هنا عاملهم واحد، واحدة للثلاثة ده هو، وللطواف والسعي الاثنين واحد، لأن هو الاثنين مش هيعمل ده لوحده وده لوحده، لأن الطواف السعي لا ينفرد عن الطواف، ولمدينة رسول الله يبقى 17. آخر هنا وللطواف، حتى المزدلفة مش موجودة. طب عد كده هتلاقيها ناقصة. بالعد ده هتبقى ناقصة كتير. ناقصة كام؟ اختلاف من حيث العدد. لا، لعل الشيخ هنا اعتبر رمي الجمار الثلاث 3، لكن هنا عملهم واحدة. وأنا شرحت على واحدة. ولرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق، يعني وكذلك يسن أن يغتسل لرمي الجمار الثلاث في أيام التشريق. طب رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد مش أغتسل ليها؟ قالوا لا، لأنها قريبة العهد. قريبة العهد ليه؟ لأنه هو لسه مغتسل في المزدلفة على المرجوح، أو لسه مغتسل في المشعر الحرام. قالوا فيغتسل لرمي كل منها غسلا. لا، ما هو الثلاثة يبقى هنا كده على كده 20، لكن جعل الثلاثة واحدة، هو حسبه من الغسل للجمار مرة واحدة، يعني جعل الثلاثة دول واحد، ولذلك حتى يتسق العد بتاعه، لأن احنا قلنا ايه؟ غسل الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف والخسوف والغسل من غسل الميت والكافر
إذا أسلم والمجنون والمغمى عليه والغسل عند الإحرام والغسل بمكة أدي 10، والوقوف أدي 11، والمبيت أدي 12، ولرمي الجمار 13، وللطواف والسعي 14، ولدخول المدينة ده كده 15. يبقى بقى الرمي الجمار، يبقى كده الرمي الجمار يبقى 17، يبقى 17 بعد رمي الجمار كل واحدة منفصلة عن أختها. ولذلك قال ويغتسل لرمي كل منها غسلا، يبقى اجعلها 3 أغسال. يبقى هنا عدنا كده، عدوها تاني يا مشايخ. غسل الجمعة عد يا خيري، العيدين العيدين واحد ولا الاثنين، والاستسقاء 3، والغسل والخسوف والكسوف 4، والميت ادي 5، والكافر 6، والمغمى عليه والمجنون ادي 7، والغسل عند الاحرام ولذلك فصلها اهو ادي 8، ولدخول مكة 9، والوقوف بعرفة ادي 10، والمبيت بمزدلفة 11، ولرمي الجمار 12 و13 و14، وللطواف والسعي ادي 15 و16، ولدخول مدينة سيدنا رسول الله يبقى 17. ولذلك هنا جعلهم عندنا هنا في الباجوري 3. هات كده عبارة الباجوري بيقول ايه عندك فيها. هيقول لك ان كل واحدة من الايام التشريق تعد مرة منفصلة، يبقى 3. ها، وفي بعض النسخ ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه تكمل 17 غسلة. 17 عشان منصوبة على فتح الجزئين. حتى بدخول الألف واللام. بدخول الألف واللام والته والنون. يلا 17. حتى وبه تكمل 17. أيوة صح، يلا كمل. غسلة. أيوة، لأنه رمي الجمار 3 كده صح. يبقى 3. هات كده رمي الجمار، هيقول لك ان كل واحده منها العباره فيها اغتسل ورمي كل منها غسلا، يبقى 3. قوله لرمي الجمار 3، اي والغسل لرمي الجمار 3 التي هي الجمره الكبرى وهي التي تلي المسجد الحفيف ثم الوسطى ثم جمره العقبه. هذه 3 وانا كاتبهم عندي 3 كمان اهي. ولرمي الجمار 3 يعني ويسن لغسل الغسل لرمي الجمار 3 اللي هي ايه؟ اللي هي الكبرى. الكبرى ديت جنب مسجد الخيف، تلي مسجد الخيف بعديه على طول، وعندنا الوسطى الجمره الوسطى، وعندي جمره العقبه. دول الثلاث ديت ولرمي الجمار الثلاث، لانه يوم 11 هيرمي اول رميه فيغتسل لها غسل، يوم 12 يرمي تاني رميه يغتسل لها غسل ثاني، يوم 13 يرمي تالت رميه يغتسل لها غسل تالت، يبقى دي 3 أغسال. وسن فيها الغسل في هذه الايام لانها مكان اجتماع الناس وتغير الروائح، فندب له ان يقطع الروائح الكريهة. وبيسموها أيام التشريق ليه؟ لأن الناس قديما كانوا يقددون اللحم بالشمس، يقطع اللحم كده عشان ما كانش فيه تلاجات، نحمد ربنا، يعلقوا اللحم كده هو علشان الشمس تنشفه فما يفسدش. شفت بقى احنا بسم الله ما شاء الله حضرتك بتحط اللحمه في الثلاجه وقبل ما تيجي تاكل بساعه ولا حاجه تطلعها تحطها في الحله كانك لسه ذابحها. شفت النعيم؟ لكن هم كانوا بيتعاملوا على ما معهم من تكنولوجيا. التكنولوجيا كانت طبيعيه. طب يا مشايخ، يبقى ولرمي الجمار 3. اما رمي جمره العقبه في يوم النحر فلا يغتسل لها لقرب زمنه من غسل الوقوف. طيب قلناها دي الحمد لله. والغسل للطواف، للطواف إما أن يكون طواف القدوم أو طواف الإفاضة أو طواف الوداع. لا احنا لسه في حاجات متعلقة
برمي الجمار ما قلناهاش، خير نسان. قلنا يغتسل لكل يوم منها غسلا، قلناه. ويدخل وقته بالفجر، يدخل وقت الغسل لرمي الجمار الثلاث بالفجر. والأفضل أن يقربه من الزوال ويخرج وقت الغسل بالرمي، رمى الجمار خلاص. وللطواف، خلاص قلنا الحتة دي مهمة، اللي هو الطواف الايه الشامل، لطواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع. لكن المحققون قالوا بأن الغسل للطواف ده رأي مرجوح، والرأي الراجح أنه لا يغتسل للطواف. لماذا قالوا؟ لأن وقت واسع ولا يتعين فعله في حال اجتماع الناس، ولذلك الراجح أنه لا يسن، لأن وقته موسع فلا يلزم اجتماع الناس لفعله في وقت واحد. المقتضي، شوف اجتماع الناس ده سبب من أسباب طلب الغسل. قالوا بعد ذلك عندنا في إباء ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والعجب، العجاب إن هي محطوطة على الهامش ولدخول مدينة رسول الله، ومش موجودة في شرح ابن قاسم الغزي جوه. لا مش موجود اهو، الطواف وانتهى على كده. قال وبقية الأغزال المسنونة مذكورة في المطولات، هكذا في نسخ شوكات أسقط من مثلا السعي ولدخول المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر في نسخة المصنف التي بأيدينا. طيب عندك ايه بقى هنا؟ ما عندكش السعي مولانا؟ عندك السعي؟ هي ساقطة في نسخة واحدة. عندك ايه؟ عندك الطواف والسعي، وعندك دخول مدينة سيدنا رسول الله والمدينة. المدينة كذلك ما ذكرهاش هنا كمان. ايه ده عنده فتح الغفار؟ عندي فتح الغفار وهشتغل فيه قريب ان شاء الله. ما ذكرش هنا ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي بعض النسخ ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه تكمل 17 غسلا. قال وبقية الأغسال المسنونة مذكورة في المطولات، منها الغسل لدخول المدينة الشريفة. طب ما في بعض النسخ، وقد عرفت أنه مذكور في بعض النسخ، ولدخول حرمها، يعني المكان الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم حرما للمدينة، يحرم فيه أن يقطع فيه الشجر وأن يتعرض فيه للصيد وإلى آخره، وهنتكلم على الكلام ده إن شاء الله لما نأتي إلى كتاب الحج. وللخروج من الحمام، مش الحمام بتاعنا ده لحسن الطلبة يظنوا ان الحمام بتاعنا ده لما يخرج منه يسن ان هو يغتسل يعني. وللخروج من الحمام، الحمام انتوا عارفين انه، انت ما تعرفوش الحمام المصري القديم ده، لو انتوا بتتفرجوا على افلام ابيض واسود هتعرف. عندنا كده دي ثقافة، كان عندنا في حمامات ولسه موجود بعضها في رمسيس وموجود بعضها في مصر. حمامات ديت يعني بيدخل فيها عاملة زي الساونة، الساونة الحديثة. الساونة الحديثة ديت بيدخل يعني يتعرض للبخار ويخش يغسل جسمه بالماء الحار، وبيخش يعني يدلك حاجة، يعني ايه حاجة قديمة كان الناس يدخلونها للتنظف. وللخروج من الحمام يعني يغتسل بماء متوسط بين الحر والبارد. ليه؟ لأنه هو بيخرج بيبقى بدنه مرخي، فلما يغتسل يعود إليه الشدة والقوة والنشاط. وللحجامة يعني إذا احتجم كذلك يسن له أن يغتسل، لأن الحجامة بتعطي نوع من الكسل للجسم، فإذا اغتسل عاد إليه النشاط مرة ثانية.
ولقص الشارب، حلق الشارب كده قال له برضك اغتسل. ولقص الشارب، عارف الشارب اللي هو ايه؟ يعني ما نزل عن الشفة، عن الشفة دي كده اهو، ده بيسموه شارب. ليه؟ لانه هو وانت بتشرب كده اهو بيشرب معاك اهو، شرب اهو. وحلق العانة، واذا حلق عانته يسن له ان يغتسل. ولعل كل ده نوع من انواع الايه، يعني التنظيف، ولانه قد يؤدي في بعضها الى نوع من ارخاء الجسم. اما البلوغ بالاحتلام فيطلب له غسلان، واجب ومندوب. الواجب لانه اجنب، والمندوب لانه قد بلغ السن الذي يكلف فيه. طب هيعمل الاثنين ازاي؟ ينوي الواجب ويتعرض معه للمسنون فيحصل له. ولكل ليلة من رمضان، ولكن لمن يحضر الجماعة، يعني كل من يحضر الجماعة يسن له أن يغتسل. هتروح التراويح اغتسل لأنه مكان اجتماع الناس. طب هقول لكم بقى حاجة ظريفة، ولحضور درس يوم الجمعة. متنا أبي شجاع بعد صلاة المغرب، لأنه مكان يجتمع فيه الناس الكثير، إلا أن تكون قد اغتسلت غسل الجمعة، لأنه يبقى قريب العهد. منين؟ قريب العهد من غسل الجمعة. اجتهاد. والمعتمد عدم التقييد بذلك، قالوا لا، ده الكل ليلة من رمضان تغتسل، لأنه برضك حتى وإن لم تحضر الجماعة ده مكان التقاء الناس واجتماعهم وهكذا. ولكل اجتماع من مجامع الخير، أهو، ومن الاجتماع لمجامع الخير حضور درس الشيخ شلتوت. ولسيلان الوادي، ولتغير رائحة البدن، ولدخول المسجد ولو غير الحرام كما قاله العلامة ابن حجر. عرف السيلان الوادي والفيضان. حصل يبقى حضرتك تغتسل. طيب ده اخر ما ذكره الشيخ الباجوري هنا. عندك في حاجة زيادة؟ ايه؟ الاعتكاف ودخول الكعبة. طيب وهنا الشيخ الحسني ذكر الغسل لدخول الكعبة، جوه الكعبة. قال ينبغي لك إذا أردت أن تدخل داخل الكعبة لما ربنا ينعم عليك ويكرمك يبقى اغتسل لها قبل أن تدخلها. وللاعتكاف، حضرتك هتذهب إلى الاعتكاف في المسجد، يسن لك حينئذ أن تغتسل. طيب عندك حاجة تاني زيادة نقولها؟ حلو.